أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الهجرة من البلاد التي تفشو فيها المعاصي والمنكرات ولا يستتر بها؟ نعم، الهجرة طيبة مطلوبة، مطلوبة أن الإنسان يفر بدينه، وحتى أنه يهاجر من الحارة السيئة إلى حارة طيبة. الهجرة تتنوع، يهاجر من حارة فيها ناس أهل فساد وأهل فسق ومنكرات إلى حارة أهلها طيبون يحافظون على الصلاة. نعم.